فيديو ترشيحات جديد، والمرة دي بقى تشتري ايه من ريلمي في فئات سعر من 3 ل 10,000 جنيه. رشحت في الفيديوهات اللي فاتت تشتري ايه من سامسونج من 3 ل 10,000 جنيه. لو لسه ما شفتش الفيديو اسيبهولك هنا في الاي فوق. رشحت كمان لشاومي تشتري ايه من 3 ل 10,000 جنيه، برضو لو لسه ما شفتش الفيديو اسيبهولك هنا في الاي فوق، واسيب لك برضو الفيديوهات تحت في الديسكريبشن. والمرة دي بقى جه دور شركة ريلمي، بما ان في ناس كتير قوي بتحب شركة ريلمي وبتحب السوفت وير بتاع ريلمي المستقر بشكل كبير. نشوف بقى مع بعض كده واحده واحده نشتري ايه من ريلمي لو معانا مبلغ من اول 3000 لل 10000 جنيه. اكيد قبل ما اقول لك اي حاجه انزل اخبط اللايك، كسر زر الاشتراك، وفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة امك ريفيوز. وخلنا نبدأ مع اول فئة سعرية اللي فات من 3 ل 4,000 جنيه. وهنا افضل موبايل حاليا تشتريه من ريلمي هو الريلمي نارزو 50A. اتكلمت عن الموبايل ده كتير، وحاليا النسخة ال 464 بتاعته عاملة حوالي 3800 جنيه، 3900 جنيه. سيبك خالص من السي 25 واي والحاجات دي، افضل موبايل حاليا هو النارزو 50A للاسباب اللي هقولها لك دي. اولا تجربة الالعاب، الموبايل ده بيجي بمعالج محترم جدا، ميديا تك هيليو جي 85، معالج ممتاز لتجربة الألعاب، وكمان هيديك استخدام يومي يعتبر محترم جدا بشكل كبير مع سوفت وير ريلمي المستقر. أما بالنسبة لتاني نقطة في الموبايل ده بتميزه إنه أحسن موبايل حاليا من ريلمي، بل أحسن موبايل في فئة 3000 جنيه عامة بيقدم حاليا تجربة كاميرات. أي نعم كل موبايلات 3000 جنيه مش أحسن تجربة كاميرات، ولكن ريلمي نارزو 50A يعتبر أفضلهم في حتة الكاميرات في فئة سعر 3000 جنيه. الحاجة بصراحة اللي مش حلوة في الموبايل ده هي الشاشة من النوع IPS HD بلس 60 هرتز، ولكن المعالج والكاميرات من شركة ريلمي عامة مش هتلاقي موبايل بيقدم الباكج الموجودة في النارزو 50A، فعشان كده بقولك ده احسن موبايل حاليا تركز عليه من ريلمي وتشتريه. نطلع للفئة السعرية اللي بعدها اللي فات من 4 ل 5000 جنيه، وهنا لو انت عايز احسن موبايل من ريلمي من وجهة نظري هو ريلمي 9i، موبايل متكامل بشكل كبير. سيبك خالص من النسخة 628 اللي ضربة فوق ال 5000، انا بتكلم عن النسخة الاربعة 128 اللي سعرها دلوقتي حوالي 4800 4900 جنيه، وده احسن اختيار. شاشة اي بي اس محترمة جدا فول اتش دي بلس مع 90 هرتز، واحدة من افضل الكاميرات ان لم يكن اصلا هو افضل موبايل بيقدم تجربة كاميرات في فئة سعر 4000 جنيه على كل الشركات مش بس شركة ريلمي. النتائج الصورة طالعة من الموبايل ده سواء كانت الكاميرا الخلفية او الامامية اكتر من ممتازة في فئة سعر 4000 جنيه، ملوش منافس في نقطة الكاميرات حاليا. كمان الموبايل بيقدم لك سماعات ستيريو، بيقدم لك شاحن 33 واط، فيعتبر هو احسن توليفة متكاملة حاليا من ريلمي في فئة ال 4000 جنيه. اما لو انت بتدور على تجربة العاب فيفضل بقى انك تدور على حاجة زي الريلمي 7 مثلا او الريلمي 6، حاجة من دول مستعمل دور عليه حاليا. لو انت بتدور على تجربة العاب في سعر من 4 ل 5000 جنيه، ممكن تلاقي ريلمي 7 مستعمل بيقدم لك هنا هيليو جي 95، هيديك تجربة افضل، كمان هيدي لك شاحن 65 واط. فلو انت لقيت مستعمل حاجة زي ريلمي 7 انا افضله، وافضله كمان عن الريلمي 9i، ولكن حاليا اللي موجود جديد لو انت عايز حاجه في المضمون ريلمي 9i هو افضل موبايل من ريلمي من 4 ل 5000 جنيه. الفئه السعريه اللي بعدها بقى اللي هي فئه 5 ل 6000 جنيه، وهنا الصراحه لو جيت بصيت هنا هتلاقي الفئه دي فاضيه تماما من ريلمي، مفيش غير ريلمي 9i النسخه الكبيره ومفيش اي حاجه تانية في الفئه السعريه دي. اقدر اقول لك سيبك من ريلمي 9i ودور على ريلمي 8 يكون كسر زيرو، حاجة نظيفة جدا ممكن تلاقيها فات من 5 ل 6000 جنيه، وممكن كمان تجيب في اواخر ال 5000 جنيه حاجة ريلمي 8 جديدة ولكن من محل يكون كويس ما بيزودش في الاسعار. نيجي بقى للفئة السعرية اللي بعدها اللي فات من 6 ل 7000 جنيه، وهنا بقى انت سهل قوي انك تلاقي ريلمي 8 جديد، ولكن ما انصحكش انك تشتري الموبايل ده، انصحك انك ما تشتريش خالص في الفئة السعرية دي من ريلمي للامانة، لان ريلمي 8 انا شايف ان تسعيره اوفر جدا ان يكون في فئة سعر من 6 ل 7000 جنيه، فضل انك تزود بقى وتطلع افضل لفئة 7 ل 8000 جنيه وتجيب الريلمي جي تي ماستر اديشن. فرق بينه وبين الريلمي 8 حوالي 1000 جنيه، وبيقدم لك هنا شاشة افضل اموليد 120 هرتز، مكان هنا الاموليد ال 60 الموجودة في الريلمي 8، بيقدم لك معالج ممتاز جدا سناب دراجون 778، في فرق شاسع بينه ما بين الميديا تك هيلو جي 95 الموجود في الريلمي 8، بيقدم لك كاميرات افضل من اللي موجودة في الريلمي 8، وبيقدم لك شاحن اسرع من اللي موجود في الريلمي 8، شاحن 65 واط ممتاز جدا. فريلمي جي تي ماستر اديشن
رأيي انك تزود افضل وتجيبه بدل ما تجيب حاجة من ريلمي فات من 6-7 آلاف جنيه، زود افضل في بداية 7 آلاف جنيه وهات الريلمي جي تي ماستر اديشن، ده يكون افضل اختيار لك حاليا من شركة ريلمي. اما بقى بالنسبة للفئة السعرية من اول 8000 وانت طالع بقى، فحاليا من ريلمي مفيش موبايل عليه العين تقدر تشتريه، انصحك انك تستنى ريلمي 9 برو بلس جاي قريب جدا وهيكون في فئة سعر من 8-10 آلاف جنيه، وده الموبايل اللي انصحك انك تشتريه من ريلمي وتستناه. ما انصحكش انك تجيب الريلمي جي تي ماستر اديشن النسخة الكبيرة بتاعته لانها عاملة 9000 جنيه. وبالنسبة للكاميرا، الموبايل ده مش افضل تجربة كاميرات، في موبايلات من شركات تانية بتقدم تجربة افضل منه. فمن الاخر انصحك انك تستنى في الفئة السعرية دي حاجة من ريلمي زي ريلمي 9 برو بلس اللي قريب جدا احتمال نشوفه، وهيكون بالمناسبة في فئة سعر من 8-10 آلاف جنيه، مش عارف الصراحة هيكون عامل كام، بس بنسبة كبيرة التسريبات بتقول انه هيكون 9-8.5-8700-8800، هيكون في الحدود دي. دي من الاخر كده افضل موبايلات من ريلمي من 3-10 آلاف جنيه، واكيد مكمل معاكم في السلسلة دي، واكيد انتظر مني فيديو قريب جدا لأوبو، افضل موبايلات لأوبو من 3-10 آلاف جنيه، وفي شركات كتير جاية معنا في السكة. وكالعادة اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.